لو قالوا لنا الكتاب المقدس محرف، أول حاجة تقول لهم عرفتوا منين إنه محرف؟ عندكم النسخة الأصلية؟ وقول لهم إذا كان 2000 سنة العالم كله بيقرأ الإنجيل بكل اللغات كله زي بعض، كل الملايين دي مغفلة والناس اللي بتقول محرف هم اللي فاهمين؟ ثانياً عندنا مخطوطات للكتاب المقدس في لغات مختلفة كلها متطابقة. يعني عندنا نسخ قديمة جدا في القبطي وفي السورياني وفي اللاتيني وفي اليوناني الأصلي بتاعه، وكل ده متطابق، وكل ده من بدري من القرن الثالث والرابع والخامس. ثم كل ده يؤكد أن الكتاب المقدس محدش حرف فيه. وبعدين مين ده اللي يحرف في كلمة ربنا؟ مين يقدر يقف قصاد ربنا يلعب في كلامه؟ ده المسيح قال السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا تزول. هل ربنا ما يقدرش ياخد باله من الكلام اللي قاله؟ ده اللي يقول الإنجيل محرف كأنه بيغلط في ربنا، كأنه بيقول له يا رب أنت مش عارف تحافظ على كلمتك. ده البني آدم على الأرض بيحافظ على كلمته ويقول دي كلمتي، ده أنا قلت كلمة، ربنا مش هيعرف يحافظ على كلامه. ما تخافوش من التهم دي وما تتهزوش منها، إنما تعلموا تجاوبوا بأدب وبحب كده لأي حد يسألكم.